هاد العام اخويا الاجواء شويه على هذوك عامين اللي فاتوا اللي كانت كورونا كان سدان مع سته وداكشي. دابا الحمد لله الوقت راه دابا كافي، الناس اللي بغيت تقد لوليداتها وداكشي مزيان، كنشوفوا واحد التحسن بعد مقارنه من العامين اللي فاتوا. عندك الحق، هذه ملاحظه كاينه هاد العام، كاين هاد العام واحد التغيير في السلعه بعدا، باش نكون واضحين كاين واحد شويه زياده تحسوا بها المواطنين صراحه، مقارنه مع السنين اللي فاتت اللي كانت الامور عاديه. هاد العام مع كورونا والزياده شويه في الغازوال وهاد المسائل كامله، راه كان كاين واحد شويه زياده حسوا بها المواطنين عن طبيعه الحال من الناس الجماله، لانهم حتى هما ديجا زايدين عليهم الناس اللي فوق اللي كيجيبوا الكرونسيس. عيد مبارك سعيد للمغاربه كاملين، وكل عام والامه الاسلاميه والعربيه كلها بخير وعلى خير الحمد لله. اولا مبروك هذا العيد وصحة عواشركم كما كنقولوا. خويا بالنسبه للاجواء ديال المحل هنا، اجواء خويا الحمد لله محرك القضيه شويه مزيان بخير. بالنسبه حنا في المحل ما معولينش على غير الكليان ديال فهمتيني اللي كيدوز غير باساجي ولا شي، عندنا كليان ديالنا فهمتيني خدامين في الانترنيت وكذا، وعندنا فهمتي سميه معروفه شويه كيجي عندنا كليان ديالنا. بالنسبه خويا السلعه ملي كنبغيو نجيبوها، كما كنت عارف بلي العام اللي فات كانت الجائحه ديال كورونا، ومن يعني ملي كنطلعوا نبغيو نتقداو كاينين اخويا السلعه اللي كاينه حاليا دابا دايره هي سلعه لوكال ديال البلاد، يعني فهمتي باقا ديك السلعه باقيين مازال كاين المشكل في السدان، وانت راك عارفين شي منين كتجي السلعه، يعني خدامي دابا السلعه اللي كاينه هي سلعه لا هي جايه من عندهم جايه غاليه اخويا، حتى راك عارف المشكل اللي ولي اثر على اي حاجه اثر عليها، يعني حنا كنجيبوها زايده، والكليان خصو بغيت نقول لهم مبروك عواشركم وصحه عيدكم ومرحبا بكم الدراري اللي فهمتي لا يشوفوا ولاد الجديده والسلام عليكم. مقارنة بالعام اللي فات الحمد لله ولاو الناس يدوروا، يعني نحلوا مورا الفطور، يعني المقارنة بين العام اللي فات ممكن تنسدوا هذا العام الحمد لله، وخا القدرة ديال الشرائية ديال الناس المهم شوية. واش نقول لك الكلية اللي كان مالي في جيرة كيجي المحل فهمتي، والحمد لله الله يجعل البركة. كاين سلعة شوية قليلة والثمن يعني الثمن طالع، تابع شويه طالع بالنسبه للمقارنه ديال العام اللي فات. تيخليت الكليان حتى هو شويه القدره الشرائيه كتنقص الحمد لله. تنقول لهم مبروك عيدكم وكل عام كما كتشوفوا الاجواء ديال العيد راه كاين اكتضاض وكاين اقبال كثير على الملابس التقليديه، وفي ليله 27 اللي كان الاقبال كثير رجع كما كان قبل من كورونا، حيت في كورونا كان شويه محبوس الاقبال. هذا العام ان شاء الله مع كيحلوا ورا الفطور وداك الشيء كان اقبال كثير تبارك الله على الملابس التقليديه، خصوصا ليله القدر ليله 27. كان انا المهم كاينه في هذه القيصريه كان اقبال كثير على هذه القيصريه بالضبط، كان على اقبال اكتضاض عامر ما كانش بزاف بصراحه. بهذه المناسبه ديال العواشر مع داز عامين ديال كورونا كان شويه ديال الضغوطات والعيبات، ودابا مع سالات كورونا كيف ما كتشوفوا الدنيا عامره بزاف وكاين الاكتضاض الحمد لله. الحمد لله عواشركم مبروكه باش ما تمنيش وشكرا. لا بقات الاثمنه في الثمن ديالهم، دوك الناس اللي كيبقاو يقولوا مع العيد زدتوا في الثمن نقصتوا في الثمن ما كاين والو من داكشي. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.